وليد سليمان. هذا ده ريحة الزمن الجميل. طبعا طبعا ده اللي فاضل من الجيل الذهبي اللي هم يعني من النجوم بقى، بوتريكا بقى والنحاس وجمعه والحضري والناس، يعني دي الناس وعماد متعب وسيد دي المجموعه من اللعيبه الكبيره اللعيبه المؤثره اللي نزوله لما يبقى تغيير ونازل اخر 10 دقائق ما بيتكلمش وننزل يجيب جول، يعني برضه لعيب برضه في ناس ممكن من لعيبه الكبار تاخده ان ازاي ننزل 5 دقائق او مش هنزل، يعني في حاجات كده بتحصل، لكن حب الاهلي والعلاقه الكبيره جدا ووليد لو جينا حكينا ازاي جه الاهلي والحدوته عشان يعمل ايه وصل للمرحله دي للمستوى ده يستحق حب الجمهور. اتمنى له يعني مزيد من التوفيق، عنده فرصه السنه دي يعمل يعني موسم هايل. هو راجل يعني برضه ليه دوره خارج الملعب مع اللعيبه، ده شيء مهم جدا، دي من الناس اللي هي لازم تبقى موجوده واللعيبه الصغيره اللي جايه منضم تتعلم منهم، يقعد يسمع منه يتكلم يوجه نصايح. الدور مش في ملعب وليد، لا ليه دور اكبر من كده، واتمنى له ان شاء الله موسم كبير ان شاء الله النادي السنه دي ان شاء الله. بطوله افريقيا اللي جايه هتبقى يعني ما فيش وقت، خلي بالك طبعا يا وليد يعني كل يوم بيثبت انه لعيب كبير. انت عندك بطوله افريقيا شوف بدا ايه، ده النهايه هيبقى في 5 مايو، ما فيش يعني 3 4 شهور وتخلص بالظبط. بالظبط.